يا مرحبا ومسهلا فيكم. مثل ما يقولون، الفكرة بدون تخطيط تظل مجرد أمنية. بعد ما ظل معانا 60 فريق، صار الوقت الحين للانتقال لمرحلة إعداد البزنس بلان، وهي أساس كل مشروع. وعلشان نعرف عنها أكثر، خلنا نستعرض معلومة على السريع. كلنا نسمع عن البزنس بلان، بس شنو لازم يكون محتواها؟ الملخص التنفيذي، المشكلة، الحل، السوق والعملاء، ساحة المنافسة، نماذج الأعمال والإيرادات، ومن الفريق الإداري، شنو التوقعات المالية والتمويل، الجدول الزمني، وأخيراً الملخص. في حلقتنا اليوم، بعد ما اختار فريق الموجهين الفرق اللي راح يتولون مهمة توجيههم خلال الجائزة، صارت قدامهم مهمة ترجمة فكرتهم إلى خطة واضحة ومدروسة وجاهزة للتنفيذ. مشروع نسمة كيوي هو عبارة عن جهاز حق الأثلتس الرياضيين البروفيشنال وغير البروفيشنال، ممكن يستخدمونه في الجيمات، في الفيتنس كلابس، حق أي تمارين فيها استرس على العضل. اسمه fix.me. المين اوبجكتيف له هو أن يكون التارجت مالنا على السمول بزنسز والميديوم بزنسز، من ضمنهم الستارت ابس، نعطيهم تصليحات، مينتننس، ريبير، كونسلتيشن، كل اللي يحتاجونه من التكنيكال نيدز من البداية. فنان هو موبايل ابلكيشن يساعد اللي يعرفون يعزفون، حتى لو خبرتك 3 أيام في العزف، يساعدك أن تعرف شلون تعزف مع الأغنية. اسم فكرتنا اسمها أي شيء، هو عبارة عن تطبيق كاميرا تطلع مع الشباب وما تعرف شو تسوي، تسألهم شو تنتو بيسوي، يقول لهم أي شيء، فإحنا نبي نعطي الشخص البرامج المتوفرة في الحين في نفس الوقت فتسهل عليه العملية. رحلة مشروعي راح أتعلم الشباب، تعطيهم حرفة، تعطيهم سكيل. السكيل أو المهارة اللي راح تعطيهم إياها هي شلون لما تي في بال فكرة، أي فكرة إن كانت، سواء كان هو يشتغل في مؤسسة أو هو كان يشتغل بروحه حق مشروع خاص، شلون يحط فكرته في بشكل ممنهج مدروس، يحطه في دراسة كاملة بحيث إنه يعرف فكرته بتنجح ولا ما تنجح. ما كنا مو بانترستد، بس حسينا ان البزنس بلان راح ياخذ وقت طويل منه، زين، وانه يعني بيشغلنا بدل ما نركز على الريسيرش والديفلوبمنت، لانه هو جهاز تصنعه، فضروري ان البحث والتطوير فيه يكون وايد وايد دقيق. بس والله اكتشفنا العكس تماما، خصوصا تمكين بعد ما قصره، والمنتر خالد القعود اعطانا تفاصيل وايد مهمه، طريقه شلون بالضبط تبدا اي مشروع، شنو احتياجات الاساسيه، شلون الافكار تحطها وترتبها. شوف، في أي نوع من أنواع التجارة أو ريادة الأعمال أو البدء في مشاريع، أكبر تحدي يواجه الفرد هو أنه يتحدى نفسه. إذا ما قدر يجتاز هالآية العقبة الكبيرة، شلون ممكن يجتاز التحديات اللي موجودة داخله؟ راح تظل عندهم العقبات الثانية اللي لها حلول. الحلول أن المنتر يعطيك وايد من وقته عشان يجنبك الأخطاء من البداية، فانت بدل لا تروح وتدفع للشخص عشان يقعد وياك مبلغ يعني كبير عشان يفهمك الستبس والجراوند رولز، انت عندك شخص راح يلازمك لمده اسابيع ويعدل شغلك ويفهمك انت شلون راح تعدي كل خطوه وشلون تترسم يعني المستقبل الجاي. واليوم البزنس بلانز اللي اشتغلت عليها الفرق راح تدخل مرحلة العرض أمام لجنة التحكيم. طبعاً لجنة التحكيم تتكون من 3 محكمين. من بعد ما أعد كل فريق البزنس بلان لمشروعه بمساعدة الموجهين الخاصين فيهم، وصلوا اليوم لمرحلة العرض أمام المحكمين اللي راح يختارون 30 فريق من أصل 60 فريق. معاكم أحمد الخنيزي،
رئيس قسم قطاع التجزئة والتجارة العامة في تمكين. اسمي راشد بن خليفة، مدير عام شركة مزارع الجزيرة. أنا حسن البلوشي، صاحب مصنع البحرين للستاير وعضو مجلس إدارة في شركة حمد حسن البلوشي وأولاده. حصلت فرصة أن أقرأ البزنس بلانز وتشجعت، أمانة تشجعت على الإبداع والأفكار اللي المقدمين بالأفكار، ما شاء الله شيء رائع حق مستقبل البحرين في جميع المجالات. الفكرة هي بعد ما سوينا مسح في البحرين وجدنا لا يوجد هناك أي استوديو لبرمجة الألعاب الإلكترونية، فهذا طبعا من وزارة التجارة والصناعة، فحبينا احنا نكون الأوائل في نبادر بهذا الشيء. وفي البحرين ما مش أحد مثلكم عنده هالفكرة أنه يجمع مجموعة من الشباب. المنافسة في سوق الأونلاين مو مجرد على البحرين، هل كل البرودكتس بتبيعونهم ولا راح تكون في برودكتس مجانية وفي برودكتس الأهل؟ طبعا فكرة المشروع هي مركز لتعليم الأطفال برمجة من سن 3 إلى 13 سنة، تسهل عليهم طريقة التفكير العقلاني والمنطقي والتسلسل. تقريبا احنا كنا متوقعين جميع الأسئلة. ضروري يعني احنا التمكين قاعد توفر لهم فرصة ان يثبتون نفسهم، واعتقد ان هذه وايد فرصة زينة يعني كما كانت توفر حق اجيال سابقة، ولازم ياخذونها ويوصلون وايضا يعني اذا في بعضهم ما وصل للمرحلة الثانية او المرحلة النهائية مو معنات نهاية العالم، بالعكس. في بابكو ذكرنا في بابكو ان عندهم واحد موظف واحد ارغونومست، شغلته انه هو يسوي ارغونومست اسسمنت، هو موظف واحد، واحنا نتكلم بس عن البيج ناين كومبانيز. هاو اباوت ذا اوفيس؟ في نهايه اليوم هذه مسابقه، في كل مسابقه في ناس بتتاهل وناس بتوصل، لكن في انا اعتبر اليوم كل من وصل الى هاي المرحله فهو رائد اعمال، هو يقدر ينفذ خطته إن ما كانت هذه الخطة، لكن البرنامج أهله أنه يروح يوصل إلى أو يحصل على خطة عمل اللي تتناسب مع السوق وتتوافق مع احتياجات السوق، وبالتالي راح تكون الخطة عمل ناجحة بإذن الله. قصص الإنجاز حولنا كثيرة، وكل قصة فيها فصول حلوة ومرة، واليوم قصتنا شوي مختلفة. عبد الرحمن جمعة في سنة 1976 بدأ فكرة بضائع جديدة على السوق، فدخل فكرة أجهزة اتصالات الأبواب والإنتركومز للبيوت والبدالات للشركات والمباني الحكومية. في الثمانينات كانت نسبة البحرنة في شركته 100%، في الوقت اللي كان ما في شركات عالمية في هالمجال في البحرين. دخل أفكار جديدة منها أنظمة الإطفاء والحماية من الحريق. حصلت اللوحات الكهربائية اللي يتم إنتاجها في الشركة على الاعتماد من المختبر الأوروبي باعتبارها أول شركة بحرينية في هذا المجال. المايك اليوم لنا كلنا، لكن موجه بشكل خاص للثلاثين فريق اللي ما اجتازوا هذه المرحلة. الكل يتساءل ما هو وقود رائد الأعمال وكيف يستطيع أن يستمر في النجاح والتألق في عالم الأعمال المزدحم؟ أنا أقول لكم الإجابة، يكون النجاح في العمل التجاري أقوى وأدوم إذا كانت الانطلاقة نابعة من حب وشغف للعمل نفسه. انطلق من شغفك وابدأ من المكان اللي تحبه. من اليوم ورايح بدأ التنافس الأكبر، تنافس 30 فريق لتحقيق حلمهم للوصول إلى جائزة مشروعي لهذه العام. في الحلقة القادمة راح نواصل معاهم رحلتهم، وخلكم معانا. يمكن أصعب شيء إن إحنا كنا نبي نفكر شلون الستاند مالتنا بتكون ستاندينج أوت والناس بسرعة يفهمون الفكرة. حاولنا إن إحنا نسوي ثيمنا أو الستاند مالنا كأنهم داشين سبا أو صالون، إنهم يجربون.